مرحبا. يوم 25 جويليا بقطع نظر عن الرأي منه بقطع نظر عن توصيفه ما وقع الآن أصبح أمر واقع تقريبا عنا 10 أيام أو 11 يوم ما بين مسار نهار 25 واليوم خلى اللي توا تقريبا فما تأقلم مع الوضع من جميع الناس اللي هم عندهم رأي مختلف. توصيف ما وقع في 25 جويليا أعتقد أنه كان في إطار اتفاق أو التقاء إرادات التقاء مجموعة من الإرادات مختلفة في أماكن مختلفة من الدولة في الدولة العميقة في رئاسة الجمهورية في عند المثقفين في الإعلام عند الجيش عند الأمن عند الإدارة اللي خلت أنه فما استجابة أو دفع أو تأطير لما وقع يوم 25 جويلة بيش يصير بدون أنه تصير مشاكل لأنه كانت فما قناعة عامة وشاملة وتقريبا مجمع عليها أنه وضع ما قبل 25 جويلة هو وضع لا يمكن أن السكوت عنه وضع متاع فساد وضع متاع استهانة بأرواح الناس وضع متاع فوضى وضع متاع انسداد أفاق وضع متاع أزمة اقتصادية واجتماعية منها خانقة. كل هذا خلى أنه يوم 25 جويلة تقريبا مر في شبه إجماع وطني رغم أنه كان فما جزء كان يعارض فيه لكن جزء ذا لازم يطرح على نفسه أسئلة لماذا هو الآن نحكي على حركة نهضة لماذا هو الآن معزول عن الطبقة السياسية لا شركاء القدم في الحكم القاهم ولا الحلفاء متاعه اللي كانوا وقت الترويكا ولا حتى بعد 2019 القاهم باش يدافعوا عليه أو أنه باش يعاونوه ولقى نفسه معزول نهائيا ويمر بمشاكل داخلية كبيرة ياسر. الآن المشكلة مش يعني بعد ما تجاوزنا مرحلة 25 نحكي على خريطة الطريق وعلى رئيس الحكومة ولكن اللي راه أنا يقلق شوية أو ممكن فيه شوية تواجس إنه هك الإرادات اللي التقت نهار 25 جويلية الأجندات التي التقت يوم 25 جويلية الرغبات المختلفة التي توحدت يوم 25 جويلية وأنتجت هذا الوضع وهذا الأمر الواقع بالإمكان وفما إمكانية وفما خوف من أنها ينفرط عقدها أو أنها تختلف في الرؤى لأنه غدوة عنا خيار باش نعملوه الخيار هذا يا إما باش نمشيه في الدولة العميقة الكلاسيكية اللي عشنا معها 63 سنة بمساوئها ومحاسنها ولكنها عندها آلياتها عندها مرتكزاتها عندها علاقاتها الداخلية والخارجية عندها آليات تسيير متاح نظرتها للأمور هذا, هذا, هذا مشروع أو هذا نظرة وإلا باش نمشيه في نظرية قيس سعيد في مشروع قيس سعيد اللي هو عبر عليه في الانتخابات 2019 واللي هو عنده شكل آخر ونظرة أخرى لتسيير الدولة الوطنية مش بالضرورة باش ينطبق على ما تعودنا عليه طيلة 60 سنة أو 70 سنة. الآن الاختلاف بين النظرتين أو بين الرؤيتين اللي هما مهمين جدا طبعا سينتجون من بعد اسكو باش نمشيو في دولة مستبدة أو باش نمشيو في دولة ديمقراطية هذه طبعا معناها مفترق طرق باش نخلطوا نهار ولكن أعتقد أنه الناس كل أو أغلب الناس متمسكين بالذهاب نحو دولة ديمقراطية. الخطر انه الاختلاف في الرؤى هذايا ينجم يعطي شويه تردد ينجم يعطي شويه طوع يعطي تردد ينجم يعطي شويه معناها تراجعات ينجم يفتح المجال الى برشا امور اللي ممكن معناها ناس تتسلل في اطار هكا الخلاف هذاك وممكن ايضا تنجم المشهد السياسي القادم خاصه امام التصحر اللي موجود على على الساحه الحزبيه يخلي اللي ممكن نتعرضوا الى هزات سياسيه واجتماعيه. بالتالي نتمنى انه اللي صار في 25 الوحده اللي صارت في 25 جويلية تتم تتواصل طيلة الاشهر القادمه في الفتره هذه الاستثنائيه ولازمها ترسي في نهايه الامر على مشروع موحد يجمع اغلب الاطراف المكونه للدوله الوطنيه.